بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. وردني سؤال عن القشرة الدهنية، فكما يبدو مثل المعاناة من القشرة الجافة، هناك بنفس القدر من يعاني من القشرة الدهنية، ولكن الأسباب تختلف. إذا ذكرنا هناك كانت المشكلة قلة المياه والجفاف، فهنا لمظهر سوء التغذية كلمته، وذلك بمعنى أن هؤلاء كما يبدو أن استهلاكهم للزيوت وتحديدا زيوت المهدرجة والدهون الغير صحية كثير جدا، والدهون الغير صحية ابتداء من اللحوم المصنعة، الزيوت المهدرجة، وأيضا ما يتحول بعد ذلك إلى دهون مثل الإفراط في تناول السكر والحلويات، وكل هذه الأمور تتحول فيما بعد إلى دهون، وبالتالي هذا الكم من الدهون الذي لم يعد الجسم من الداخل أن يتحمله يخرج إلى الخارج على هيئة، نقول فلان لديه بشرة دهنية، فلان لديه بشرة مزيتة، يخرج هناك زيوت بشكل واضح، تصل هذه الدرجة إلى ما يسمى بالقشور الدهنية. إذن نرجع ونقول لا يمكن أن لوصفة وحدها أن تحل المشكلة. ليس من المعقول أن نأخذ وصفتنا لهذا اليوم ونحن لا نزال نمارس هذه العادات السيئة، نتناول الزيوت المهدرجة، مثلث برمودا لا يزال موجود، الطحين الأبيض، السكر الأبيض، الزيوت المهدرجة، يعني ونسأل بعد ذلك لماذا الوصفة لم تأتي بنتائج. صعب أن تأتي بنتائج، تمام؟ إذن الخطوة رقم واحد هو إعادة النظر في هذه العادات الخاطئة وفتح صفحة جديدة مع منتجات جديدة، مع طعام جديد، مع آلية جديدة، مع آلية طهي جديدة، نستخدم بها زيت الزيتون، نستخدم بها السمنة الحيوانية، نستخدم بها الزبدة الحيوانية وليس الزيوت النباتي. الآن نبدأ بالوصفة في الخطوة الثانية. لدينا مكونات الوصفة بسيطة: زيت الجوجوبا وزيت إكليل الجبل. الآن بإمكاننا أن نضع الزيتين في زجاجة على هيئة بخاخ ونستخدمها. وأنا أطرح لديكم كمان أضيف لهذه الوصفة قبلها، خلينا نحكي تهيئة لفروة الرأس بإكليل الجبل. إحنا اتفقنا أن نزرع إكليل الجبل وأن يكون متوفر حولنا دوما، صح؟ فلنستغل هذا الجانب، خاصة وأن إكليل الجبل من مضادات الميكروبات الكبيرة جدا والقوية جدا، وبالتالي بالإمكان أن نصنع أو يكون جاهز دوما منقوع إكليل الجبل المائي دائما موجود في الثلاجة، ما علينا إلا نسخنه قليلا حتى يكون دافئ ويكون سهل التغلغل في فروة الرأس، ونعمل مساج بهذا المنقوع، وبعد نصف ساعة نأتي بزيت الجوجوبا وزيت إكليل الجبل وعلى هيئة بخاخ كما ذكرت، ونرش المنطقة. طبعا هذا الكلام مشروط أن يكون بعد الاستحمام وليس قبل الاستحمام. احنا ذكرنا لا توجد وصفات قبل الاستحمام نهائيا، تمام؟ أيا كان اسمها وعنوانها وهدفها، الوصفات دائما تكون بعد الاستحمام، كل ما يخص فروة الرأس بعد الاستحمام وليس قبل الاستحمام. طبعا هناك سؤال دوما يطرح، طيب هذه الوصفة أنا رشيت الزيت، طب يعني أغسل شعري بعد هيك ولا ما أغسلش؟ لا ما تغسلوش،
هو مش حيبين. زيت الجوجوبا تحديدا يعني يمكن دونه دون أي زيت آخر يتحمل درجات حرارة عالية ولا يعمل أي يعني رائحة كريهة أو حتى الرائحة عادية، ما لوش رائحة. الأجمل من ذلك أنه لا يوسخ الشيء، يعني لا الشالة ولا المخدة ولا أي شيء، وبالتالي من لا بأس أن يبقى على الشعر. ممكن أن يبقى طبعا المدة الزمنية 4 ساعات على الأقل، بعد ذلك إذا أحببنا غسل الشعر لأي سبب كان أنتم حرين بعد 4 ساعات، تمام؟ ومن كان لديه المشكلة أكبر من خلينا نقول الحجم الطبيعي أو يشكو منذ فترة واستخدم العديد من الوصفات، لتعزيز قوة هذه الوصفة ممكن إضافة القرنفل، ممكن نضيفه لمنقوع الإكليل الجبل المائي، تمام؟ ونضيفه كزيت أيضا مع زيت الجوجوبا وزيت إكليل الجبل في البخاخ، هذا في حالات أن تكون القشرة الدهنية يعني كثيرة ومزعجة جدا، ويعني نحتاج إلى قوة في التدخل. ولا ننسى مطلقا أن كل شيء نشاهده في الخارج له سبب في الداخل، ونهتم بأجسادنا من الداخل، ننظفها من الداخل أولا، نبتعد عن كل الأسباب التي أدت إلى ذلك، وبعدها يعني نرى نتائج إن شاء الله طيبة وسريعة في نفس الوقت. ودوما نرجو لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.